طبعاً الفيلم الجميل الرائع اللي تعرض النهاردة، أنا بحيي أستاذ أحمد نوار على الفيلم الجميل دوت، وبطلب منكم كلكم تحيوه. دراما دراما، يعني ربنا يحفظ مصر وفلسطين والعالم العربي كله، وكلنا إيد واحدة وصف واحد إن شاء الله. تحيا مصر ويحيا العالم العربي كله. والآن مع تعقيب الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أسامة عفيفي، فليتفضل. بعد الجمال ده حد يقدر يقول حاجة؟ يعني دائما أنا بقول تعبير أنه من الصعب على من تكون أدواته اللغة أن يعبر عن إنجاز من تكون أدواته القيم البصرية. فالعلاقة بين اللغوي والبصري علاقة ملتبسة جدا وصعبة جدا، ومقلب كبير ان احمد نوار يخليني اتكلم عن كل هذا الجمال، لانه وصل للقلوب بدون اي وسيط. فلسطين ارض الفلسطينيين من الناقورة الى رفح. ختام الفيلمين اللي شاهدناهم، ولو كان متاح اننا نشوف الفيلم الثالث كان حصل له عطل فني، وفيلم يكمل الفيلمين ويكمل الرؤية. من الناقورة إلى رفح، من النهر إلى البحر. والله لو شغل المعنيون بالقضية الفلسطينية أنفسهم بعرض هذين الفيلمين ما احتاجوا إلى دعوة تحرض المثقفين إلى كسر قرارهم بعدم السفر إلى الأرض المحتلة إلا عندما تتحرر. هذين الفيلمين لو عرضا سيوصلان رسالة كبيرة. ولقد عرض الفيلم الثالث الذي كان مجمعا عرضه في بنال فينيسيا، وأغوى حمامة حقيقية أن تطير حول حمامات نوار التي كان يرسمها على واجهة فينيسيا والتي شاهدها العالم كله. لو أعيد عرض هذا الفيلم ما احتجنا لمثل هذه الدعوة. القدس تحتاج أن يرى العالم هذه الأفلام أكثر من زيارة عابرة قد تلوث بمعنى التطبيع. هذه في البداية. ماذا قدم نوار؟ هل هذا فيلم توثيقي؟ أو هل هذه أفلام توثيقية؟ هل هذه أفلام تسجيلية؟ هل هذه الأفلام توثق لتجربة تشكيلية قدمها نوار؟ لو نحينا جانبا ما قاله الدكتور أحمد نوار حول مواقيت وتواريخ وأحداث وأسباب هذين الفيلمين اللذين رأيناهما، نحن إذا سينما خالصة، فن خالص بمعزل عما حدث. هذين رؤيتان سينمائيتان متكاملتان بصريا وسمعيا في التعبير عن موقف هذا الرجل القناص الذي كان قابعا ساكنا يقنص رؤوس الصهاينة كما هو يسميهم وليس الإسرائيليين. المصطلحات بتفرق عند أحمد نوار. أحمد نوار يرى أنهم صهاينة، ويرى أن فلسطين من النهر إلى البحر، ويرى أن فلسطين من الناقورة إلى رفح، ويسخر
في فيلمي. الفيلم الثاني هو منظومة سخرية بصرية من هذا العالم المزدوج الدميم. يبدأ الفيلم بأن هناك بشرة تتنقلها وكالات الأنباء العالمية جميعا أن السيد الرئيس الأمريكي وافق على حل الدولتين، وأذيع ذلك بالإنجليزية والفرنسية والعربية وصفق العالم، مثلما أيضا هذه الأيام امتنعت أمريكا عن التصويت فيما يخص قرار المستوطنات. وكان الأمر جاد، لكن الجد هو القصف. الجد أنه بعيد هذا القرار ترتكب إسرائيل المذابح، وكأنها لا يعنيها، مش وكأنها، لأنه لا يعنيها هذه القرارات الدولية. لذا أحمد نوار في الفيلمين وفي فيلم ثالث وفي إنستريشن رابع هتلاحظوا أن الإيقاع الموسيقي الرئيسي هو نبض بم 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 من أول دقيقة في الفيلم الأول لآخر الفيلم الثاني هو نبض نبض. أحمد نوار يرى بصريا وبصريا في المشهد وعمليا في الرؤية، وأقصد الرؤية مش الرؤية، أنا شهيد حي بس على حمامة. وهذا بصريا هنا يراه المشاهد في الختام في بداية الفيلم الأول سلام سيعم. الكاميرا في النهاية، هو مخرج هذا الفيلم، الفيلم الثاني أحمد نوار هو مخرج الفيلم الثاني، أن الكاميرا تتصاعد بعد مشهد طقس دفن الشهداء المهيب، تتصاعد الكاميرا لكي نرى حماما ينطلق من الشجرة التي لا تفرق أوراقا تفرق أعلام فلسطين إلى المدى إلى ما لا نهاية، أنه مهما طالت المراحل ومهما دفعنا من الشهداء ومهما دفعنا من التضحيات والمذابح سيعم السلام ويرتفع على فلسطين. رسالة بصرية بدون أي كلمات حماسية وبدون أي شعارات. هنا نوار بيختم المشهد المهيب ده بالنفير بتاع نوبة الرجوع بتاع الشهيد سلام الشهيد، وبيمزجه بالأذان وبيمزجه بأكراس الكنائس، بحيث أن هذا الوطن المتحد النسيج المتداخل سينتصر. مذهب طوال المشاهد في الفيلمين آن لهم أن يستريحوا، الذين آن لهم أن يتحقق أن نحقق نحن إنها نداء للإنسانية، أن آن لهؤلاء الشهداء أن يستريحوا. يعني يستريحوا بالدفن، لكن سيستريحوا بتحليق حمامة السلام الحقيقية على شجرة الحياة التي تنبت أعلام فلسطين. هذا عم المضمون العام للفيلمين اللذين رأيناهما. لكن قلت في البداية، هل هذه أفلام توثيقية؟ هل هذه أفلام تسجيلية؟ وأجبت لا، هذه أفلام، هذه رؤية تشكيلية كاملة عبر وسيط يقدمه أحمد نوار على الساحة الفنية العربية، لأن احنا عندنا، احنا عارفين ان دالي قدم رؤية سينمائية وان بيكاسو عمل رؤية سينمائية تشكيلية. هنا أحمد نوار يقدم رؤية تشكيلية عربية عالمية عبر العين الكاميرا.
الفن التشكيلي هو فن بصري، والسينما هي أيضا فن بصري. بعيدا عن أن المعارض دي تمت على الأرض بالفعل، عندما يرى أي إنسان في العالم هذه الأفلام سيكون مستمتعا بالإيقاع الدرامي، وهنا مكمن الكلام، وأعتقد أن مجاله السينمائيون ولست منهم. الدراما نحن بإزاء حدث يتطور بصريا منذ في الفيلم الأول وفي الفيلم الثاني. نبض الأمة العربية كلها نبض يخاطب العالم بأن ينبض قلبه لهذه المأساة. فالدلالة هنا بتاعت النبض ليست فقط أن الشهداء أحياء، لا، بنبض ضمير العالم، أنه يخاطب بهذا النبض ضمير العالم أن ينبض ولو مرة من أجل هذه القضية. الفيلم فيه قضايا وفيه قيم جمالية، الفيلمين فيهم قضايا وفيهم قيم جمالية مهمة جدا. إن أحمد نوار بيستخدم الحداثة وما بعد الحداثة وأحيانا كسر الإيهام في إنه يقدم ما قاله عمنا عبد القاهر الجرجاني: حسن سبك ما لا يجتمع. أنا عارف إن دي مروحة، لكن أحمد نوار قال لي فلنسمي المروحة مروحة طيارة هليكوبتر. أنا عارف دي مروحة، إنها مروحة في الواقع، لكن أحمد نوار قال فلنسمي زي ما قال شكسبير في هاملت، بيقول له هاملت بيقول فلنسمي البقرة وردة ولنسمي الوردة بقرة، فإذا قلنا سنقطف بقرة، وإذا قلنا سنسبح وردة. إنه الاتفاق التواطؤ الفني ما بين الفنان وما بين المشاهد لنسمي هذه المروحة طائرة هليكوبتر، ولنسميها شيء يقطع الشجر، ولنسميها كذا ولنسميها كذا فنراها كذا. وهذا هو أحد مشكلات الحداثة اللي أنا بسميها حداثة بنت بلد، حداثة بنت أصول، إن أنا باخدهاش من الخواجة زي ما هي وعيد إنتاجها من جديد، لا، ده أنا باخدها وأم مدخلها في طبق الكشري وأم رششها صلصة وأم أقدمها من جديد. هذا ما فعله أحمد نوار، إنه لأن أحمد نوار كفنان هو ينظر إلى الأشياء دائما بعينيه، بدءا من عندما كان رابضا فوق الشجرة لا يتحرك يراقب الحركة على الجانب الآخر من قناة السويس ليقنص صهيونيا. علاقة نوار دائما بعينيه، العالم بعينيه، هو يرى العالم بعينيه. ونوار عنده القدرة أيضا عندما يرى بعينيه أن يرينا ما رآه بيديه. وهنا أهمية ما أقول أنا دائما، أن الفنان هو من يرى ما لا يراه الآخرون، رغم أنهم عبروا عليه كل يوم، هو يرى زاوية أخرى من العالم يعيد سبكها كما قال الجرجاني ليقدمها في شكل جديد قد لا يجتمع في الواقع، ولكنه في الصورة الفنية يصبح واقعيا تماما. كل ده أنا بقوله عشان أقول إن المروحة اللي دايرة، اللي هي مروحة ولأنا متأكد إنها مروحة، نوار إداها إيحاء إنها طيارة، وإداها إيحاء إنها مقصلة، وإداها إيحاء إنها جرافة، ودائحة. كل هذه الأشياء ليس بالخداع البصري أو بالإيهام، لا، كما كان يقول الله يرحمه مذكور ثابت: كسر الإيهام. إنه يكسر الإيهام ويوهم به في نفس الوقت، لأنه قام بما أسميه أنا بالتواطؤ الفني ما بين المبدع والمشاهد، واتفق سويا فرأيا سويا ما لم يراه الآخرون في المروحة أو الراديو أو هذه
القنبلة الذرية أو العيون السحرية أو العيون القبيحة التي تكمن تحت جلد هذا العالم لتقدم المذابح تلو المذابح تلو المذابح. حتى حمامة السلام هي موصومة بالمذابح، لها سخرية مريرة، سخرية بصرية تقدم اللغوي داخل البصري ليتحول سويا إلى بصري مش إلى شعاري مش إلى شعار. ومن هنا إحنا هذا الفن اللي عمله نور عمل أربع أفلام، في أربعة مش كده؟ أربع أفلام والحقيقة لم يقدم أحد. وبالمناسبة أيضا هذا ليس فيديو آرت مبدئيا، هذا ليس فيديو آرت، وهذا ليس فيلما تسجيليا، وهذا ليس فيديا هذا سينما، هذا سينما. وعلينا أن ننزع المعلومة التي قالت أن هذه أشياء كانت موجودة قام نوار بتسجيلها. المنتج الجديد الذي ظهر إلينا سينما، الدراما فيها قايمة على تطور الصورة. الفيلم الأول فكرة ومونتاج وإخراج أحمد أبو زيد، كان فكرة أحمد نوار ومونتاجه وإخراج أحمد أبو زيد. الفيلم الثاني هو إخراج، كنا نعرف كسينمائيين أن المخرج هو صاحب الفيلم، المخرج هو صاحب الفيلم الرئيسي، لأنه هو اللي بياخد السيناريو وبياخد المصور وبياخد كل دول يقدم رؤيته. في الفيلم الثاني هي رؤية بصرية سينمائية حديثة حداثية، بنت بلد زي ما قلت معجونة بتراب هذا الوطن وقضايا تثير الأسئلة وفي نفس الوقت تثير الغضب. هذه رؤيتي. وأنا مش عايز أطيل على حضراتكم إذا كان في فتح باب نقاش أو تساؤل، لكن وصلت الرسالة بكل لغات العالم، منها أهمها لغة البصر، التي عندما يشاهد أي مشاهد هذه الأفلام بصريا لا يحتاج إلى مترجم ولا إلى وسيط. أشكركم. نشكر الأستاذ الكاتب الصحفي أسامة عفيفي على القراءة.